بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلام الله على رسول الله النور العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله الأطهار وفعله الأبرار. وبعد، فيا أيها السادات والسيدات العلماء والمثقفون والأئمة وممثل الدولة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم التاريخي العظيم، يوم قيام المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للترقيات العلمية كفاق مالي بتنظيم حفلة تكريمية لمنح الدكتورة الفخرية باسم جامعة إفريقيا للعلامة الشيخ إبراهيم صا وللشيخ المكرم يعقوب سيسي ولفقير الله يعقوب دوكوي من علماء جمهورية مالي. وخليق بالمدير والعاملين في الإدارة في جامعة إفريقيا الطائرة الصيت إلى الآفاق، الجامعة للطلاب من الخارج والداخل أن يكونوا من أوائل المفكرين في هذا العمل الجلالي المسفر عن منزلة التعليم العربي والفرنسي في بلاد إفريقيا، والقيام بالجهود الجبارة لتعليم الطلبة وتثقيفهم على أيدي أساتذة خيراء ذوي كفاءة علمية راقية، ليعودوا بعد انتهاء الدراسات المعمقة إلى أهاليهم حاملين الشهادات العلمية بجدارة، ويقوموا بخدمة أوطانهم ودينهم وبخدمة الإنسانية جمعاء. ونختم بأبيات قائلين: لإفريقيا دائما جامعة بسمعاتها في الورى تفتخر، وطلاب علم العلا قد أتوا لإعداد مستقبل منتظر، لتعلمهم وتثقفهم تنير حجى الطالب المستبر، أطال بقاء له الجامعة إلهي لأجل غد مزدهر. في الختام ندعو قائلين: لتحيا جمعية إفريقيا جامعة إفريقيا، ليحيا جميع الجامعات وإداراتها وهيئات التعليم فيها لخدمة العلم النافع والدين الحنيف والوطن الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. السلام ورحمة الله. ما شاء الله. ما شاء الله. تفضلوا معنا هناك التصوير. تفضل التصوير.